الشقة كلها احترقت والمطافي لسه ما جاء. أدق عليهم ساعة ساعتين ما يجون. العالم كلها طلعت برا والمطافي ما يجون. الشقة كلها احترقت مش عقبه؟ عقب ما انحرق البيت بعد ساعة يجون بعد ساعة. مش عقبه؟ ساعة يا جماعة ساعة. احترق البيت كله ساعة لين ما يجون ساعة. ساعة. يعني الواحد لو مات في بيته ما عاد درى عنه. يعني انا في البيت انا وامي. امي كانت نايمة. يعني لو ما جو وش كان بيصير؟ يعني امي تبو ما يجون اكثر من ساعة. احنا بالرياض وشارع جو حي الورود. لي ساعة ونص اكلمهم. ساعة ونص ساعة توهم يجون كلهم توهم. ويقول لي هذا مو منا هذا غرفة العمليات. انا ايش دخلني بغرفة العمليات اذا المطافي ما راح تجي. يقول حنا 40 ثانية نحرق. طيب 40 ثانية تحرقون يموتون العالم. يموتون. يقول انا لا دخل هذا دخل غرفة العمليات هم اللي يضبطون الوقت. بالله هذا كلام. يقول لي العمليات انا ايش دخلني في العمليات انا. يقول لي غرفة العمليات. ها؟ يعني انه امي كانت نايمة واحترقت كانت نايمة ما عاد درى عنها. الا ريحة الا ريحة الدخان. يعني المفروض يصير فيه تطبيق ان اذا صار حريق يجون بسرعة. هذا المفروض اللي يصير فيه تطبيق. انا ما فيش حق المكيف اللي هو ركب اساسا ركب اسلاك ضعيفة. تسريق ضعيف المفروض من البداية اذا احترق معكم الاول. انا ما فيش حق المكيف اللي الحمد لله على كل حال. هذا هو المجلس احترق اللي كامل احترق الحمد لله على كل حال. اهم شيء سلامة امي وسلامتي. سلامة الحمد لله البيت كله احترق بس الحمد لله في البيت ولا هو فينا. الحمد لله على كل حال. إيمان يا قلبي ما قصرتي حبيبتي. ما قصرتي ريباني. ما قصرتي حبيبتي. ايش دعوة يا قلبي ما قصرتي.